السويد هذه البلد الواسعة الممتدة باتجاه القطب الشمالي التي فيها الغابات وفيها البحيرات. ربما الناس يعني في بسبب الظروف الأخيرة التي حصلت والتي كنا لا نتمنى أن تحصل أخذت فكرة يعني قاتمة جدا عن السويد، لكن سبحان الله ربما البعض لا يعلم أنه في وسط الغابة، في وسط إحدى الغابات أو بجوار إحدى البحيرات في كوخ، يجتمع سويديون، سويديو الأصل، والشعب السويدي طيب في أصله ومعدنه والتعامل معه سهل جدا. المهم يجتمع هؤلاء السويديون ليذكرون الله ويصلون ويقيمون الليل. نعم سويديون من 30 سنة، لا اجتمعت ببعض منهم العطلة السابقة فوجدتهم والله أحسبهم من أولياء الله، يعني شيء لا يمكن وصفه يا إخوتي إن لم تتعرض له بنفسك وتعاشر هذا المعشر الطيب. ناس صادقة، صادقة نظيفة، أبيض أبيض قلوبها كقلوب الطفل، الطفل الذي لم يعرف الكذب بعد والغش والاحتيال. تعبد الله، وصلت إلى الله بإرادة من الله، أردناه فأحببناه فأحبنا، هكذا، وثبتت على ذلك عشرات السنين. ريحها طيب، كلامها طيب، ابتسامتها لا تخفى، سهولة التعامل معها، الرقة والحنية شيء مميز، شيء يعني يذكرنا بالأيام الطيبة، أيام الخير. نعم يا إخوتي، والله هذه شهادة أمام الله سأواجهه بها. أشكره سبحانه وتعالى أن جمعني بمثل هؤلاء الأشخاص، قمة في التفاني، قمة في النظام، قمة في النظافة، قمة في الأدب، معدنهم طيب، وجاء الإسلام فزادهم تهذيبا، علمهم الحب. ماذا أقول لكم عن الحب؟ ماذا أقول لكم عن الحب؟ الحب شيء مو طبيعي، والله حقيقة شيء مو طبيعي. يعني فما تظنوا الظنون، يعني تظنون أن هذه السويد، هذا دين الله سوف يعني بغض النظر عما يحصل تحت الرماد، هناك أشياء، هناك جمر يتقد تحت الرماد. في الغابات قلت لكم، في الغابات، في داخل الغابات، ناس لا تعرفونهم ولا أحد يعرفهم. هؤلاء ناس يعني نساء سويديات لا أحد يعرفهم، هم كرابعة العدوية، رابعة كرابعة وأمثالها حقيقة يعني من أهل الله وأهل الذكر وأهل الطاعة والعبادة والخشية والحب، يعني شيء مو طبيعي. فسبحان الله سبحانه وتعالى كيف يجعل ويأخذ ويعطي ويختار ويصطفي. كان اجتماعا طيبا عشت فيه أحد أحلى أيامي التي عشتها في السويد مع أهل الله في منطقة في هذا البلد الجميل السويد، ويرلاند Meets Sea.